القسطاسي كنتواجد اليوم بمؤسسة يما لدعوتهم لحضور عرض بعض اللباس التقليدي القديم اللي هو اللي عنده 60 سنة واللي من ضمنه اللباس التقليدي ديال مدينة أسفي اللي هو أقروف. أقروف ما كاينش شي بيت من البيوت ديال المدينة ما كدير الحفل كتكون عندها داك التراث اللي هو التراث التقليدي اللي هو متميز كأي مدينة في المغرب عندها التراث ديالها في اللبسة ديالها. دونك اليوم تيشرفني لدعوتهم للحضور معهم في هذا اليوم، وكنت نيت من ضمن الناس اللي كان عندهم تنسيق لهذا المعرض المصغر اللي كيجسد بزاف تعاونيات. غادية العطاوي من المؤسسين ديال هاد المجموعة ديما، أنا مسيرة ديال المؤسسة ومديرة مكتب دراسات مخصص في التعليم الأولي في مدينة الدار البيضاء، سميتو كاليف كونسي. النشاط اللي درنا اليوم هو نشاط درنا أبواب مفتوحة باش نعرفوا المدرسة من الآباء والوليدات، واستفدنا من هاد الأبواب المفتوحة ديال اليوم باش نديروا واحد المعرفة ديال الفن التقليدي ديال مدينة أسفي اللي هو غني جدا باللباس، معروف باللباس التقليدي، معروف بالفخار، معروف بالطرز، معروف بزاف ديال الحوايج. اختارينا دابا الفن التقليدي لهاد المرة، مرة جاية نختاروا عاود واحد كاينين شي حوايج اخرين ديال أسفي اللي نقدروا مازال نعرفوها للوليدات. وهذا النهار هذا استفدنا عاوتاني من هذا النهار باش نديروا انشطه للوليدات. كيف شفتوا دايرين اتوليه ديال الفخار باش الدراري يتعلموا يشوفوا بعدا شنو هو، منين تيجي هذا الفخار، كيفاش كيرسموه، كيفاش كيصبغوه، وداك الشيء كامل. الوليدات تتقبلوا اي حاجه كتقدمها لهم جديده، الوليدات يعجبوهم الحوايج الجداد وتعجبهم يشوفوا سورتو الحوايج اللي غيمكن لهم يقيسهم بيديهم ويلعبوا بهم. وكيف شفتوا راه الاباء راه بغاو يمشوا في حالهم، الوليدات ما بغاوش يمشيو، عجبهم الحال بزاف. احنا في مؤسسه ما عندنا واحد الحاجه اللي مهمه جدا هي البيداغوجيا ديالنا، خصها تبقى دائما على اتصال بتام غرابيت ديالنا، ولا بدلينا الوليدات يبقاو عارفين منين جايين وشكون حنا وشنو هما الاصول ديالنا. هذه حاجه مهمه عندنا حنا بزاف. السلام عليكم، معكم سهام أوراوي، رئيسة تعاونية المحيط الإبداعي الخزفي بأسفي. النشاط اللي درناه اليوم هي عبارة عن أبواب مفتوحة نظمتها مؤسسة تيما الخاصة هنايا بأسفي باش كتحاول تعرف الأطفال على الموروث الثقافي ديال المدينة من خلال الصناعة التقليدية في الخياطة، في الفخار، في المواد يعني المنتوجات المجالية بحال شكل أملو، بحال شكل زيتركان، بحال شكل أي حاجة اللي كتربطهم بالهوية ديالهم في المدينة. ومن خلال الخزف كنشوفوا ان الوليدات صغار مني كتخدم معهم اي حاجه اللي كتكون عباره عن ماده حيه، يعني كتحاول ان تربطهم وتجذبهم اكثر وتحاول تخليهم مرتاحين، وكيعطيو كل ما عندهم باش انهم يحاولوا يخدموا ويعطوا الابداعات ديالهم ويبرزوا على المواهب ديالهم من خلال الخزف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.